محمد بن مسفر آل فطيح اليامي على المركز الأول، المركز الثاني ومن يتقدم في هذه اللحظات. هنا الوصول من قبل شاهين محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي، وننتقل إلى المركز الثالث. بديع لحمد بن عتيق بن حمد بن عتيق المري على المركز الثالث. دور المركز الرابع ومن يصل في رابع المراكز، جسار عبد الإله بن دخيل الله بن سلامة الجهني على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم فيه ويتسلل شيبوب صالح بن خادم بن صالح الزلعي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول، نجم ما زال نجم لهذا الشوط، ما زال يقود هذا الشوط قيادة حكيمة ويسيطر على زمام الأمور. وعلى المركز الأول صالح بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي، جر الشوط، جر الحاضر والمتعني للمشاركة هنا من المملكة العربية السعودية ومن جنوبها من ميدان نجران، قادم للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أتمنى التوفيق لنجم ولمالك نجم في هذا الشوط صالح بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يصل إلى المركز الثاني شاهين لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. دور المركز الثالث، وهنا الوصول من جسار عبد الإله بن دخيل الله بن سلام الجهني على المركز الثالث. جسار القادم من ينبع للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي. دور المركز الرابع، ومن يصل برابع المراكز ويتقدم بدوره. يا سلام شيبوب صالح بن خادم بن صالح الزلعي القادم من السلطنة للمشاركة أيضا. المركز الخامس يصل مياس عبيد بن حمد بن جرش الغفلي. هذه نتيجتنا، أختم النداء بمياس، ولكن دخول وتقدم من مشغل راشد بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يقدم لنا مشغل في هذا الشوط. وما زال نجم لهذا الشوط، ما زالوا أبناء نجران مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع نجم. يا سلام، هذا هو نجم صالح بن محمد بن مسفر اليامي، يقدم نجم مع الألف ومئتين متر الأخيرة. ودير بالك يا اليامي، جحافل الحاضرين وشعارات القادمين أراها شعارات تهز الأبدان بهذا الحضور القوي في هذا المهرجان. يا سلام، ما زال على المركز الأول والكيلو الأخير يا اليامي يا مالك نجد. جسار أبناء المدينة المنورة، أبناء ينبع، أبناء المملكة قادمين على المركز الثاني ميدان الزعفرات مع جسار في هذا الشوط عبد الإله بن دخيل الله بن سلام الجهني. وعلى المركز الثالث وصول من شاهين لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. يا سلام، القادم بن جعفر بن مرخان للمشاركة من دبي ومن ميدان المرموط. يا سلام على المركز الثالث، ولكن نجم ما زال نجم حتى هذه اللحظات. يلا يا مالك نجم، صالح بن محمد بن مسفر اليوم يصمد يا نجم، رغم الضغوط يصمد نجم، يصمد اول المنطلقين، اول المضايقين. هنا شاهين احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالات الشاهينيه يصل في المركز الثاني، ولكن ابناء نجران، ولكن مع حتى هذه اللحظات، ولكن شاهين ونجم. يا سلام، أبناء ميدان نجران وأبناء ميدان المرموم في منافسة حامية الوطيس، ولكن السلام يبدو له مع شاهين ومالك شاهين. يا سلام إلى المرموم، وأهالي جميرة يحتفلون بهذا الشوط في هذا المساء، وجميرة وشواطيها تحتفل بمناسبة الفوز بهذا الشوط. تهانينا لعاشق السلالة الشاهينية، تهانينا والناموس لمالك شاهين أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني شاهين لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. المركز الثالث جسار لعبد الإله بن دخيل الله بن سلام الجهني. المركز الرابع نجم احتل المركز الرابع لصالح بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي. المركز الخامس كان من نصيب النوط لريو بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز المتقدمة الأولى، وهذا هو شاهين يصل محققا للمركز الأول 6
دقائق 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثاني وصل فيه شاهين 6 دقائق ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن جعفر بن مرخال اكتبي. المركز الثالث جسار 6 دقائق ثانيتين 30 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الإله بن دخيل الله بن سلام الفايد الجاني. تهانينا وناموس لكل الفائزين. على بركة الله مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، التواصل يستمر في هذه الانطلاقات وفي هذا المساء الأكثر من رائع هنا عبر قناة الرياضة.